اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أو أن أجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم.